مرحبا بكم جيد مشاهدينا الاعزاء. وصلنا للملف الرياضي والزميل هشام عز الدين. هشام صباح الخير. صباح الخير معتصم. اهلا ومرحبا بك. واحداث كثيره حنشوف سيكافا، حنشوف اغاله الكوتشي صلاح، حنشوف المريخ، حنشوف بطوله الخليج اللي بهرت الجميع. واكيد هي بهرتك يا هشام. اكيد طبعا. نعم حنتكلم عنها. طيب يا هشام، نحن حنبدا بالسودان بواجهه زنزبار بقياده الكابتن محمد موسى. طبعا البطوله دي بطوله سيكافا مقامه في اوغندا. في البدايه طبعا من الواضح انه فيها مشاكل تنظيميه. صح، مجموعات سيكافا او الدول الواقعه في زون حق سيكافا حصل فيها تطور، لكن البطوله حقت الموسم ده تحديدا من الواضح انه فيها مشاكل تنظيميه، لانه ديما المجموعه الليله السودان ده لاعب في مجموعه جديده، يعني ما المجموعه الاصلا هو باني عليها حساباته من الاول، من المفترض مجموعه السودان يكون فيها في انسحابات. فريق جنوب السودان انسحب، دوله جنوب السودان، في الكنغو الديمقراطيه انسحبت، اثيوبيا انسحبت، فبالتالي مجموعات من المفترض كانت تكون ثلاثه مجموعات تم تغليصها لمجموعتين. الليله السودان هيلعب مع زنزبار في المجموعه اللي تم تكوينها لاحقا، هيكون فيها زنزبار وكينيا بالاضافه للسودان. المنتخب الاولمبي فيه عناصر ممتازه، المدرب الشاب محمد موسى شخص طموح جدا. اعتقد انه الناس بطولات زي دي بتبني عناصر جيده لبطولات جايه، يعني انت ما شرط انك تفوز بالبطوله، لكن بتدي حساسيه واحساس بانك تكون قريب من المباريات الكبيره، بتدربهم لحد ما يكونوا في المنتخب الاول. انا شايف انه السلسله من الايجابيات الكبيره هسه الان انه المنتخبات الناشئين الاولمبي المنتخب الاول كلها عندها نشاط، عندها مدربين وعندها مدربين بايور، دي ما كانت موجوده في الفتره السابقه، دي حاجه كويسه بالمناسبه. بايور دي بتدي طبعا انت بتحب جدا المواضيع. لا دي بتاكد انه في جديه، في جديه، في احترافيه بالضبط. ايوه يعني الموضوع منظم وما موضوع تطوع او شغل اهلي. يعني انت قلت نقطه مهمه قبل هنا، قلت البطوله دي فيها خلل تنظيمي من الواضح، يعني من الواضح. أيوة. نعم هشام، يعني انت كمنتخب لما تكون عايز تلعب بطوله انت ما بتنظر لفريقك فقط، بتنظر للفرق الاخرى، يعني انت حتى اعدادك بتبنيه على المنتخبات، ده برضه عنده تاثير على الناحيه الفنيه؟ ايوه بكل تاكيد طبعا، ما انت كاداره فنيه بتكون عاوز تجني اكبر فائده اذا فرق يعني او منتخبات زي منتخب الكنغو تحديدا، الكنغو الديمقراطيه ده منتخب كبير. ايوه منتخب جنوب السودان برضه من المنتخبات البقى يعني شيء ايوه يعني خلال 10 سنه اتوقع انه هيكون برضه عنده مستقبل كبير. اثيوبيا منتخب برضه مهين. يلا المنتخبات دي اذا انت مثلا عاوز انسحاب من البطوله اول شيء بيقلل من قيمه البطوله، نعم، ويقلل من الاهتمام حقها وكذا، فبالتالي انه من المؤكد انه الفائده الفنيه ممكن بتكون تقيل. تقيل لكن لا بأس برضه ممكن الناس يعني تجني منها فوائد جيده. يعني طيب نحن من سيكافا ننتقل لظاهره اغاله المدربين. نحن في السودان يا هشام ليس حكرا على الهلال فقط، ولكن في كل انديتنا السودانيه هناك اغالات واستغالات، وده اكيد عنده تاثيره الفني. اقاله الكابتن صلاح في وقت ده تفتكر انه كان ايجابي؟ طبعا عشان نتكلم نحن عن الموضوع ده لازم نتكلم فيه بشكل شفاف وبشكل يعني صريح اكثر. من 2014 تغلد اشرف سيد احمد الكاردينال رئاسه الهلال، والى الليله نحن في ديسمبر 2019 26 مدرب. عدد ضخم، ده عدد خيالي. نعم. ممكن يدخل موسوعه جينيس. نعم. في الارقام القياسيه. اعلى مدرب يعني درب الهلال خلال الفتره دي كان نبيل الكوكي مده 8 شهور. دي اعلى درجه، دي أعلى يعني ده اقصى درجه حقت مده موجوده زمنيه انه درب فيها مدرب نبيل الكوكي. يعني حاجه غريبه، انا ما قادر افهم يعني بصراحه، يعني ما قادر افهم نحن يعني في الهلال دايرين نصل لشنو، او الفكره اللي عاوز يصل لها رئيس النادي شنو. انا ده كله خليه، انا بس مستغرب جدا في الاغاله حقت الكوتش صلاح. كوتش صلاح نعم. الإغالة بعد ثواني من نهاية المباراة. نعم. يعني لو قلنا تمرير، لو قلنا هذا القرار تم إصداره بالتمرير ما يتم بهذه السرعة، هيتم بالسرعة دي طبعا. ما هيتم بالسرعة. نعم. دي إضافة لكده المشكلة شنو كان، نحن نخلي صلاح يجي الخرطوم ونغيله بعد ذاك. نعم. يعني من ناحية أخلاقية أنا بتكلم، ومن ناحية
يعني ده مدرب والمدرب ده زي المعلم، انت ما بتغيله في لحظه هو لسه لسه ما طلع من المباراه، ما طلع من الملعب. نعم. وفي البص انت بتغيله ليه يعني؟ هل هو الغرار ده برضه يكون عندنا احنا نفسيه على اللاعبين يا هشام؟ ما في اثنين ثلاثه، ما لانه الموضوع ده ما هسيه يعني. برضه انت لو جيت شفت طريقه شطب حسين الجريف نفس الحكايه. نعم. حسين الجريف طريقه شطبه برضه يعني، انت برضه اللاعب عندما تشطبه بتشطبه في نهايه موسم، ممكن تشكره لكن اجراءات شطبه تخلينا ايوه. نعم. الاسلوب. الهلال من الواضح انه داير يعني لازم يعالج هذا الامر بشكل جذري، بشكل يعني فيه شكل من الاشكال الصراحه. نحن يا اخي هل كل المدربين ال 26 دول كانوا مخطئين؟ كانوا منابعين مثلا؟ يعني دول كانوا سؤال كبير. سؤال كبير. نعم. انا اديك انه من الواضح انه الامور يعني هسه صلاح ده انا اعتقد انه قدم يعني 2-1 دي من النتائج خارج الارض، نتيجه مقبوله وممتازه بالمناسبه. افضل من افضل الهزائم يعني. افضل الهزائم. نعم. وافضل من التهزم 1-0. وانت لاعب مع فريق كبير يعني الاهلي اطلاقا يعني. احسن نتيجه انت حققتها معاه في 2007 كانت 1-0. نعم. ودي افضل نتيجه على الاطلاق. نعم. فبالتالي يعني صلاح انا اعتقد انه ظلم زي ما ظلموا ال 25 مدرب السابقين. يعني هل بتفتكر الامر غير فني؟ ما هو الان في تصريح الليله لصلاح قال اعتقد انه الخساره ما لم تكن سبب في الاغاله. أيوة. نعم. نقوم نشوف يا اخي. احنا نتمنى لكابتن هيثم مصطفى انه يعني رايجيه عمل كبير جدا وعمل شاق جدا، انه اول حاجه يلم شتات هذا الفريق. من الواضح انه الهلال يعاني مشاكل نفسيه للاعبين. يعني انا اديك لاعب واحد هو الغايد عبد اللطيف بوي. نعم. عبد اللطيف بوي بيخطئ اخطاء من يعني خلال خلال 4 شهور. مباراه المنتخب في تنزانيا كان مسبب في هدف، مباراة المنتخب الثاني برضه مسبب في هدف، هلال مريخ برضه سبب في هدف، الكورة اللي فاتت سبب في الهدف الأول وسبب في ضربة الجزاء فبالتالي من الواضح إنه في درجة أيوه في مشكلة تواجه بوي. نفس الحكاية في عدد من اللاعبين مستوياتهم في شكل متدني، وليد الشعلة غيره غيره غيره. هيثم مصطفى أول مهمة له إنه يلم هذا الشتات الناحية النفسية يقدر يجمع هؤلاء اللاعبين ويقدر يخليهم يا اخي يكونوا مؤمنين بفريقهم اكثر، مؤمنين بانه قدرتهم على انه يحققوا ويقدموا انتصارات. ودي حاجه ما سهله بالمناسبه. ما صعبه يا هشام. نحن كنا نتكلم وكلنا بنعرف الكوره، كان معي ضيفي كابتن النقيب في زمن الرياضه، وبنفتكر انه ما تقليل من قيمه الكوره السودانيه، ولكن يعني الاهلي القاهري يعني حقيقه بالنسبه لانديتنا نادي كبير عظيم. ما في كنت يعني لك. الهزيمه اطلاقا من خلال تحليلك ما كانت، اي مشاهد عادي بيفتكر انه الهزيمه ما هي سبب رئيسي، لانه اصلا الناس ما متوقعه افضل من هذه النتيجه. بالضبط بالضبط. كل المشجع. نعم. العادي عارف الحكايه دي، وانا اقول لك محتصب عشان نكون برضو صريحين. لاعب واحد في النادي الاهلي ممكن لاعب محترف يعني. نعم. ممكن يكون بمليون دولار. بمليون دولار يعني مليون دولار ده ممكن تكون ميزانيه ثلاثه انديه سودانيه في موسم كامل يعني. نعم. الان احنا في مشكله، انا بعرف انديه بتعاني حتى في الحذاء يعني. لا لا لا, لا عادي يعني. عادي مشاكل كبيره جدا بالمناسبه وكثيره، ويعني عشان تعرف مشاكل حتى الملعب اللي انت تكلمت عنه الاسبوع السابق، الملعب ناهي كان المدرجات فيه مشاكل يعني. الان المريخ بيحول مبارياته الى استاد الخرطوم، والحديث عن هذا الوضع العام في المريخ وتدهور حاله ملعب المريخ يعني، ودارين نهزم الاهلي القاهري ويعني والنجم الساحلي ومشكله. احنا شنو يعني لازم نخلي الطموح ده متغد. نعم. جزوه الطموح تكون متغده، لكن في اشياء مهمه جدا وفي مسببات مهمه جدا او اسباب لازم نحن نتعامل معها. نعم. والله يعني خبر يعني استاد نادي المريخ ده خبر مؤسف جدا. ولكن احنا متابعينه يعني الحاله دي ما الليله ولا امس. الملعب له قريب 3 سنة او 4 سنة تحديدا من 2015 والى الليله، فيه مشاكل كبيره جدا في الارضيه. ايوه الارضيه اكبر تحديث الرئيسي كان في 2004، ده كان جيل ممتاز مستورد من الخارج، كلف في الوقت ذاك حوالي 450,000 دولار. المرحله بعد ذاك كمل عمره الافتراضي حوالي 7 سنة او يعني خلوه لحد 10 سنة، بعد ذاك عمليه تجديد كامل، لكن للاسف كان ما قدروا انه يعملوه بنفس الطريقه اللي فاتت. ارضيه ملعب المريخ مشاكلها كبيره لانها فيها املاح. انت عارف انه الارضيه حق منطقه العرض الجنوب دي فيها مشاكل، فيها نبع مائي، فيها درجه من الاملاح عاليه، دايره معالجات مستمره معالجات
تأسيسية ممكن تكون مكلفة جذرية. أيوة يعني أنت أي، أنا شايف إنه ملعب المريخ ده بطريقته دي أنا ما متفائل إنه خلال يعني خلال الموسم ده كله هيقدروا يحصلوا فيه أي مباراة، ونتمنى أيوة لا الترقيع ما يجرب قبل كده وما نجح تماما ما نجح، وهسه الآن حتى الترقيع ده ما هينفع لأنه خلاص النجيل حسب الاختصاصيين حقنا الزراعة نجيل الملاعب وكذا. هل يا هشام لكن التربة دي هل هي يعني تربة يعني تربة شنو يعني اللي هي أصلا؟ أنا أقول لك هسه الموضوع ده أنت عشان تعالجه ما أقل من 250,000 دولار. طيب ومجلس المريخ الموجود ده صعب جدا انه يوفر هذا المبلغ، المبلغ ده مهول شديد، مبلغ كبير، مبلغ كبير في ظل الانفليش او التضخم الحاصل في البلد والدولار الظروف الاقتصادية يعني. فبالتالي ده مبلغ بخلينا ما متفائلين تماما يا معتصم انه الموضوع ده بيتعالج قريب. انا تحديدا انا يعني اعتقد انه جمهور المريخ يوفق وضعه على انه يا اخي ما هيلعب في استاده في فترة قريبة. يعني متاسفين جدا انه احنا نقدر نقول هذا الخبر الغير سار للجمهور، خاصه انه بيتعامل مع الريد كاسيل بانه بيتفاعل بها وانه عنده ذكريات حق الانتصارات يعني ايوه ده الهوم طبعا نعم حقك يعني. نعم يعني أيوة. بيتك انت اكيد لما تلعب في بيتك ما تلعب في بيت جيرانك اي أيوة بالضبط اطلاقا. فده برضه بقودنا يا هشام لانه في مشكله في السودان عموما، يعني الاتحاد الافريقي بيحذر الاتحاد السوداني ومن النشاط خاصه الملاعب فيها كلام كثير. صحيح أمس كان في تحذير عالي وتحذير قوي جدا من الاتحاد الافريقي، رسل خطاب للاتحاد السوداني لكرة القدم، والتحذير يعتبر تحذير نهائي انه لحد شهر يناير اذا ما تم اصلاح حات جذريه او هيكليه في الاستادات في السودان هيضطر ينقل كل مباريات المنتخبات والأندية السودانية لخارج السودان، وده طبعا أسوأ سيناريو انت ممكن تتخيله يحصل على نادي على منتخب او على نادي انه يلعب خارج أرضه. المشاكل وضعوها في حاجات معينه في استاد الهلال، قالوا يعني ده الافضل، هذا الافضل الان موجود، ده الاحسن، ده الافضل. الاضاءه عندهم مشكلة. عندهم ايوه عندهم ملاحظات مهمه في الاضاءه، المخارج مخارج الطوارئ تحديدا، ونقطة مهمة جدا ذكروها ودي لازم نتكلم فيها بشكل برضو واضح، مشكلة الحمامات مشكلة يعني. يعني لكن دي من المشاكل الرئيسية اللي ما بتحترم آدمي يعني في كل الاستادات، نحن بندخل الاستادات وكده دي من المشاكل الكبيرة انه ما في انت ما في حمامات، ما في يعني حاجات بتحترم آدمية وإنسانية المشجع اللي بيجي الكورة، يعني انت بتكون شايل هم لا في مصلى لا في حمام لا في كده لا في كده. وده موضوع مهم جدا وكانوا حريصين جدا على كتابته بشكل واضح في الريبورت. اللي الدكتور حسن ابو جبل قبل شويه طلع تصريح قال انه المواضيع دي اذا لم تعالج يعني بشكل سريع وكده انه هيتوقع انه الهلال ممكن في مباريات المجموعات الجايه ما يلعب داخل السودان. هشام نحن نتكلم بصراحه، الاداره مشكله في السودان يا هشام، التخطيط مشكله، يعني يا هشام الناس بتيجي تلعب كوره من اجل تجري ورا الكوره فقط، يعني دي اشياء اساسيه يعني بالضبط لنا بالضبط يعني هو لعبة كره القدم او الرياضه عموما دي ما قصه حقت لعب بالمناسبه، مشكله حقيقيه يعني دي حاجه حقت مجتمع فيها تطور للشكل المدني للمجتمع، فيها تطور للحضاره حقتك، بتحكس بلدك بشكل كبير يعني. نعم يعني من المشاكل يا هشام الان انت وتابعت مباريات خارج السودان في استادات الاطفال النساء، يعني لا يمكن مرافق اساسيه، يعني الان المباريات اصبحت كالسياحه بالضبط، هو يعني نوع من الترفيه الجميل يعني هسه نعم. بتتلعب في الويكند بتبقى نعم. جزء نعم. من البرنامج الاجتماعي بيسوق الزوج اسرتك واولادك نعم. وكده ما فيها قومة النفس حقتنا دي يعني نعم. انت هنا في السودان عشان تدخل مباراه بتكون انت زي كانك ايوه زي انك داخل عمليه حربيه نعم. يعني قصه صعبه كده، فبالتالي المباريات نعم. دي قصه من يعني من الترفيه يعني اكثر منها تكون مثلا النقطه دي يا هشام خطيره جدا. أنا كنت بتكلم يعني في بعض المنتديات عن سلوك المشجع السوداني، سلوك المشجع السوداني أكثر مشجع مسالم، ولكن هذه الأشياء البسيطة اللي احنا شايفينها بسيطة زي ما قلت أنت قبل شوية كأنه داخل معركة، يعني عنده مشاكل بيكون متوتر كل المباراة، يعني حتى التشجيع بالضبط أنت بتكون متوتر، اللاعب داخل الميدان إذا دخل فيه جون متوتر لأنه أصلاً احنا ما مهيئين، يعني في مشكلة حقيقية
ايوه اكيد، والاستعداد بتلعب دور اساسي في انه يا اخي يكون مثلا فيها شكل من اشكال الراحه النفسيه، من اشكال المباراه وتنظيم ذاته، الدخول والخروج السلس كده. نعم دي حاجات مهمه. يعني هسه في استعداد، انت في استعداد قريت قبل كم يوم في الانترنت في استعداد هيكون فيه انك ممكن تشاهد المباراه وانت مستلقي على سرير يعني. طيب اتمنى انه نوصل لحاجه زي دي ان شاء الله. يعني اتمنى ان شاء الله نوصل لها. نقطة بعيدة دي يا هشام، يعني الأمنيات موجودة ولكن حقيقة يعني مشاكلنا كثيرة وكبيرة يا هشام. هشام نحن باقي لنا 3 دقائق، عندنا فيها نقطتين مهمات. عندنا النجم الساحلي انتصر ب3 أهداف، ويا ريت أنس يلعب لنا الكورة إذا كان عنده قدامه. كويس، النجم نعم. الساحلي من الواضح إنه يعني مركز جدا في بطولة الأبطال. نعم مركز بشكل كبير، فاز على بلاتينيوم في معقله. معقله ده يبتعد حوالي 420 كيلومتر عن العاصمة، عن عاصمة زيمبابوي. فبالتالي يعني فريق يقدر يعرف يسافر زي ده ويفوز بنتيجة زي دي، فبالتالي ده فريق كبير جدا. فريق يعني من الواضح انه واضع التأهل نصب عليه. نجي نحن ما بيهمنا النجم، يهمنا الهلال. الهلال عشان يصعد يعني لازم يتعامل بشكل من الذكاء المهم، وانه يعرف ما يهتم بالمباريات خارج الارض. يكسب اول حاجه 9 نقاط داخل الارض. نعم حس الان كسب مباراه بلاتينيوم، المباراه الجايه مع النجم الساحلي هنا في هيلعبها هناك، ما في مشكله. الكره الثانيه هيلعبها في الخرطوم، نقاط الخرطوم دي ياخذها 9 نقاط. نعم. عنده مباراه بلاتينيوم يجيب منها نقطه، يكون عنده 10 نقاط. نعم 10 نقاط ويلعب على المواجهات المباشره بينه وبين الاهلي، الهلال ممكن يصعد بالطريقه دي. نعم غير كده مشكله. نعم يعني هو لازم يتعامل انه مباريات الارض ما يخسر اطلاقا، ياخذ فيها النمره الكامله. نعم طيب نحن نشوف خليجي، لانه زمن او شك خليجي يعني ملاعب جميله. لا بطوله جميله، بطوله جميله تلعبت في اجواء ممتازه. نعم اكبر من انها بطوله لكره قدم. اتعدت لحاجات سياسيه. حصل القطيع حقت الدول الخليج، حصل فيها شكل من اشكال المواءمة ممكن نقول، او ايوه يعني الامور بدات تمشي يعني. نعم. حتى تصريحات وزير الخارجيه القطري تصب في هذا الاطار، انه خليجي كانت بطوله خليجي كان عندها دور في انها تقرب وجهه النظر نحو حل نهائي. نعم. وعشان اوريك انه الرياضه ما أيوة الكوره نعم. ما لعب بس، ما لعب عندها حياه ثانيه. نعم الليلة البحرين والسعودية نهائي مهرجان. نعم. بالضبط مهرجان. دي سوزا هنا مدرب البحرين. هناك رينارد مدرب السعودية. لاعبين كبار جدا. البطولة ذاتها يعني أديك الزخم حقها. من البحرين الآن يعني سجلوا لمدة ساعتين، قالوا يا أخي الناس عاوزين يمشوا البطولة يحضروا النهائي يساندوا المنتخب البحريني. خلال ساعتين 11 طيارة جهزت الليلة هسي بعد الظهر هيمشوا هيساندوا المنتخب في قطر. مباراة كبيرة جدا. الأقرب عشان أنا حاسس إنه الزمن الأقرب للفوز السعودية تاريخا. تلاقوا 19 مرة 11 مرة فازت فيها السعودية، 4 مرات فازت البحرين، البقية تعادل. السعودية أقرب، خاصة إنه البحرين عندها باد أو سوء حظ. نعم. ممكن يواجهها دائما في الأمتار الأخيرة. البحرين كان ممكن تتأهل لكأس العالم 3 مرات، في تتقابل أستراليا في المقعد نص المقعد حق آسيا وإندونيسيا. بيقوم دائما البحرين عندها مشكلة في الأمتار الأخيرة. في اللحظات الأخيرة. فبالتالي السعودية أقرب من واقع خبرتها، من واقع بطولاتها، من واقع يعني تهيئتها. لكن البحرين برضو اتمنى انها السعوديه حققت البطوله دي اكثر من مره، لكن اخر مره حققتها كانت في 2003. خابت فترات. ايوه لكن البحرين ما حققت هذه البطوله نهائيا، فبالتالي الكاس بالنسبه للبحرين مهم اكثر من السعوديه. ده يمكن يكون دافع اليوم. لكن البطوله تنتهي الليله في قطر يا محتصم. نعم كاس العالم للانديه هيبدا في قطر يوم 11. نعم يعني حقيقه نتمنى ايوه قطر خلاص بقت بلد المونديال الان. نعم يعني واضح. الان خلاص كل الاجواء في قطر البطوله ذاتها ساعدت كلها. ايوه بالضبط، خلاص دي عباره عن تدريبات وتمارين لاستضافه كاس العالم 2022. بحيك زميل هشام عز الدين محلل الرياضي، نلتقي ان شاء الله الاحد القادم ان شاء الله محتصم، وان شاء الله يعني تكون الرياضه السودانيه فيها اخبار اجمل. نتمنى المنتخب ان شاء الله يجيب لنا نتائج افضل. امين.
ونتمنى انه يعني نناقش حياه ايجابيه، متفائلين نحن. نعم. متفائلين. نعم. الرياض ان شاء الله تمشي لقدام باذن الله سبحانه وتعالى. بحييك وبشكرك وبحيي كل المشاهدين اللي تابعونا، وحتى حلقه اخرى لكم دائما احلى تحيه.